طيب معانا على التليفون الزميل والكاتب الصحفي والناقد الرياضي محمد ناجي، المختص والمتابع لشأن الألعاب الفردية والجماعية في الفترة الأخيرة، واللي بالتأكيد عنده تفاصيل أكتر بشأن اللاعبين واللاعبات اللي المفروض هيشاركوا في الألعاب الأولمبية في باريس. محمد مساء الفل. مساء الفل محمد، أخبارك يا حبيبي؟ الله يسلمك، الحمد لله بخير. عايز أعرف منك موضوع فريدة عثمان، قضية هي ظهرت على السطح، مشاركة لاعبة في بطولات ممكن تؤثر على مشوار تدريبها واستعدادها لباريس، ارقام حققتها ما كانتش مؤهله، والبقى الادهى من كل ده تفسير اللوائح الغلط، والمفروض المسؤول عن السباحه رئيس اتحاد السباحه هو رئيس اللجنه الاولمبيه. ايه المشكله دي يا محمد، ومين اطرافها، وازاي لاعبه بيتصرف عليها ملايين ما تشاركش؟ يعني انا عايز اعرف الموضوع ده عند مين ومشكلته فين. والله بجمله المشاكل والقضايا اللي احنا بنقابلها الايام اللي فاتت دي، وفي الغالب انها مكمله معانا شويتين ثلاثه نظرا لسوء التخطيط والاداره، كل حد بيبقى موجود على راس الاداره اللي سواء بقى اتحاد لجنه اولمبيه بيفكر لهدف شخصي، يعني لتحقيق انجاز شخصي ليه يعود عليه. مفيش حاجه اسمها الصالح العام، مفيش حاجة اسمها مصلحة لاعب، مفيش حاجة اسمها مصلحة بطل. ده فريدة عثمان دي بطل اولمبي، يعني لعيبة مشاركة في ثلاث اولمبيات قبل كده، في لندن، ريو، بعد كده طوكيو. لندن 12، ريو 16، طوكيو 2020، وكانت مرشحة بقوة للمشاركة الرابعة، وكان هيبقى رقم وانجاز كبير جدا في تاريخها وتاريخ السباحة المصرية ان يكون سباحة مصرية مشاركة في اربع اولمبيات متتالية. كانت كل هدفها واحلامها انها تشارك في باريس 2024، معاها ثلاث ميداليات في بطولات عالم في 2017 و2019 و2024، مره واحده نتفاجئ كلنا بانه لا، فريده مش موجوده، مش هتشارك في الاولمبياد، مع ان اللجنه الاولمبيه كانت اصدرت او كانت اكدت ان فريده اوريدي محققه المينيمم اللي هو البي كات، يعني انت بيبقى في الاي كات ده اللي هو الرقم التاهيلي المباشر للالعاب الاولمبيه. فريده محققه البي كات اللي هو الرقم التاهيلي التالي للقصه دي، لكن هم ما خدوش بالهم، ودي طبعا كارثه، يعني مش حاجه اسمها ما خدوش بالهم. ما خدوش بالهم، حرفيا ما خدوش بالهم. اتحاد السباحه بالكامل بخبراته بإداريينه بمسؤولينه مش واخدين بالهم. بعد ما فريده طلعت اعلنت الكلام ده، بعديه بحوالي اقل من ساعه اتحاد السباحه اعلن ان في لعيبه ثانيه اسمها زين عبد الله، ولعيبه كويسه جدا ولعيبه واعده، ومن ضمن اللاعبات المهمين في السباحه في مصر في السنين اللي جايه هي هتشارك، لانها خدت المقعد الافريقي. هو القصه كلها يا محمد، انت لو ما قدرتش انك تتاهل عن طريق ان انت تجيب الرقم التاهيلي زي ما مروان القماش السباح المصري عمله، هتضطر تستنى لان انت تاخد المقعد الافريقي او المقعد القاري بتاعك يعني. فانت اوريدي فريده محققه التارجت ده، بس انت كلا انت كسباح من حقك انك تاخد الكوته دي مره واحده بس، ما تقدرش انك تحققها بعد، يعني لو مش كل مره، لو انت ما جبتش الرقم التاهيلي هتاخد الكوته القاريه، لا الكوته القاريه هتروح لحد تاني. وهو الدليل على كده انه لجينا اصلا خدت الكوته القاريه في سباق تاني مختلف تماما عن السباق اللي فريده بتلعب فيه. يعني فريده بتلعب في 100 متر حره و100 متر 100 متر فراشه، دول السباقين اللي فريده بتشارك فيهم سواء في الاولمبيات اللي فاتت او لو كانت هتشارك في الاولمبيات الجايه كانت هتنزل عليها. لجينا هتشارك في 200 متر حره، ما سباق تاني مختلف تماما خالص. طبعا فرق شاسع خبرات، فرق شاسع اعداد، وانت بتتكلم في انه فريده مهما كان بالرغم منه مثلا يعني الثلاث ميداليات اللي حققتهم على مستوى العالم هم ثلاث ميداليات في سبق ما كانش اولمبي، بس اوريدي في نفس تخصصها، يعني السبق اللي هي كانت بتحققها فيه الثلاث ميداليات دول 50 متر فراشه. ناجي السبق اللي هي بتخش فيه في الاولمبياد 100 متر فراشه. طب بقول لك هو ده الفرق يعني. طب احنا في طوكيو، احنا في طوكيو حققنا كم ميداليه؟ طوكيو حققنا ست ميداليات. كم؟ ست ميداليات. ست ميداليات.
باريس هو الرقم الاكبر في تاريخ مصر. طيب باريس مش الافضل، المفروض بقى يبقى 6 في باريس او نزيد. توقعاتك ايه بما انك انت يعني قريب جدا من الملفات دي، هل ممكن نجيب 6 ولا لا؟ لا مستحيل نجيب الرقم ده. انا اتمنى طبعا ان وجهه نظري تبقى غلط، يعني انا عشان اكون امين في طرحي او في كلامي ليك، انا اتمنى ان وجهه نظري تكون غلط. ما عنديش ادنى مشكله ان انا اطلع حتى بعدها واقول والله يا جماعه يا ده البعثه المصريه فاجئتنا وفاجئتنا كلنا، ودي حاجه هتكون مصدر سعاده لينا كلنا ان احنا أكيد نقدر نحقق اكتر من 6 ميداليات، وده هيكون حاجه بالنسبه لنا كلنا مبسوطين بيها. طبعا. لكن بالورقه والقلم وباللي احنا شايفينه على الارض، انا اعتقد ان ماكسيموم الرقم اللي ممكن نوصل له ما بين 3 أو 4 ميداليات، يعني اتمنى ان احنا بس نقدر ان شاء الله كمان نحققه. يعني المنافسه في الاولمبياد هتكون صعبه جدا، الناس مش اولا احنا رايحين ببعثه كبيره جدا دي حاجه كويسه، بس في نفس الوقت مش مركزين على الالعاب اللي احنا المفروض انت متارجت نفسك فيها وبتستهدف ان هي دي الالعاب اللي انا رايح مركز ان انا اجيب فيها ميداليات. انت بتصدر لعيبتك في مشاكل واخرها مشكله فريده دي. تمام يا محمد، كان المفروض ان الدنيا تكون في غنى عن القصه دي وعن الامور دي خالص. طيب زميلنا محمد ناجي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك، وضح لنا كلام كتير قوي، وبصراحه بيني وبينكم ملايين بتتصرف على الارض، ولاعبه شاركت دورات اولمبيه 3 مرات ودي الرابعه ما راحتش، وفي الاخر مش عارفين نحسب ونشوف اللائحه بتقول ايه من رئيس اتحاد هو رئيس لجنه اولمبيه.